أشرت كوادر الأمانة بتصغير الرصيف وتعبيد ما تم توسعته من شبكة الطرق النافذة من الدوار الثامن، وتواصل كوادر أمانة عمّان العمل على توسيع مداخل ومخارج الدوار لجميع الاتجاهات وذلك عن طريق تصغير الأرصفة المحادية له وعمل جزر وسطية للفصل بين المداخل والمخارج. يُذكر أن الدوار الثامن سيبقى على حاله ولن تتم إزالته، حيث يجري العمل على فتح ممرات داخلية في الدوار تخدم الحركة المرورة للمركبات القادمة من شارع الملك عبد الله الثاني المدينة الطبية باتجاه زهران وللمركبات القادمة من المطار باتجاه شارع حسني صوبر وادي السير زي ما بيعرف الجميع اعتقد انه احنا يعني اثرنا مواضيع التقاطعات المرورية بدأنا بالسابع بدأنا بالدوار الثالث أنهيناهم الآن بدأنا بالدوار الثامن قيد الانجاز انهينا كل المخططات الان الخطه العمليه باشرنا فيه قبل حوالي اسبوع انجزنا الممرات الداخليه للدوار الثامن التوسعات الخارجيه راح تشمل اعمال اعمال الاناره اعمال تخطيط الطرق اعمال السفلته حدائق لاندسكيبينج كلها تكون متكار.. اشارات الارشاديه فكل هيكون أعمال متكاملة نتوقع بإذن الله تخلص الأعمال خلال ثلاثة أسابيع من اليوم